السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء. اليوم راح نستكمل مع حضراتكم المحاضرة الرابعة، وراح أخصصها لبعض المصطلحات اللي تتعلق بمادة Accounting Information System، واللي على الطالب أنه يحفظهن لأنه قد تأتي في الامتحان. طبعا إذا أرادت تجي بالامتحان صيغة السؤال Give the meaning of the following words in Arabic، يعني يعطي معاني الكلمات الآتية بالعربي. الكلمات راح تجيك إذا أرادت تجيك يعني بالسؤال تجيك بالإنجليزي، والمفترض بيك إنه أنت تترجمها للعربي. واضحة؟ فهنا راح نبدي لكم Revenue Cycle اللي هي دورة الإيراد، Warehouses المستودعات، وهنا يوصف بمستودعات خزن البيانات، Finance Cycle دورة المالية، Transactions عمليات، Database قاعدة بيانات، General Ledger استاذ العام، Expenditure Cycle دورة النفقات، File ملف، Coding ترميز. هنا Coding ترميز يقصد به وخاصة انه امناء المخازن يستخدمون، يعني يرمز البضاعة مالته. مثلا اذا مخزن مال قرطاسية، القرطاسية بها اشكال وانواع، مثلا ينطي مثلا الاقلام ينطيها حرف A للأقلام مثلا، ويقول A1 A2، يعني مثلا A1 قلم رصاص، A2 قلم جاف، وهكذا. فهذا يسموه الترميز. Value Gain سلسلة القيمة، Data Flow تدفق البيانات، Batch Processing معالجة الدفعة، وهنا نهاية سبق أن شرحناها بمحاضرات سابقة. معالجة الدفعة يعني معناه أعالج كم من البيانات دفعة واحدة، يعني بدل ما أنا يوميا عالج، لا، هنا هاي العملية إنه تجمع البيانات مال أسبوع مال شهر مال شهرين ويعالجها في عملية حسابية واحدة. Decision Making اتخاذ القرار، Viral Cycle دورة الأجور، AIS هنا تمثل لي مختصر للأكاونتينج انفورميشن سيستم اللي سبق انه قلت لكم عليه ونبهتكم، قلت لكم اذا يجي مختصر يعني لازم تعرف انه هذا يتعلق بنظام المعلومات المحاسبي. سوفتوير برامجيات، بروسيجرز اجراءات، ستور خزن، كنترول رقابة، انبوت مدخلات. اجي على العمود الاخر اللي هو الاونلاين. الاونلاين يعني معالجة الآنية، هاي عكس الباتش بروسيسنج معالجة الدفعة. المعالجة الآنية وهي انه ما انتظر اجمع البيانات وانما اعالجها في لحظتها في وقتها، يعني خلال الفترة الزمنية لحدوث عملية الشراء او البيع. الاي تي اللي هو مختصر لكلمة انفورميشن تكنولوجي، تكنولوجيا المعلومات، انفورميشن معلومات، بروسيس معالجات، ريفينيوز ايرادات، اكسبنديتشر نفقات، اكاونتنج محاسبة، Activities أنشطة، Supply Chain سلسلة التجهيز، Documents مستندات، Production Cycle دورة الإنتاج، Data بيانات، DFD اللي هو مثل لي مختصر لكلمة Data Flow Diagram اللي هو مخطط تدفق البيانات وخذناه في المحاضرة السابقة، Output مخرجات، Primary Activities هنا يمثل لي أنشطة الأولية أو الرئيسية، وأكو supply سبق أن شرحناها supply activities اللي هي الأنشطة الثانوية أو الثانية دي يسموها، infrastructure البنى التحتية، functions وظائف، assets موجودات، budgeting الموازنة، system النظام. هاي الكلمات الأجنبية اللي على الطالب أنه يحفظها لأنه قد تأتي بالسؤال، يعني يجيك سؤال مجموعة من الكلمات والمفترض من الطالب أنه يترجم لها إلى العربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.